حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على العباد. للنبي صلى الله عليه وسلم حقوق على المؤمنين يجب أداؤها حتى يصير المسلم مؤمناً حقاً. من هذه الحقوق وجوب الإيمان به واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير. وقال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. وقال سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب متعين، لا يتم إيمان إلا به، ولا يصح إسلام إلا معه. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومنها وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومنها وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ.